متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات وتتواصل اشواطنا في هذا الصباح. انطلق بحفظ الله ورعايته الشوط 21 في هذا الصباح. ننطلق متابعينا الكرام مع اول الاسماء المنطلقه، ننطلق مع شعار صوغه، من تنطلق مع المركز الاول بشعار فيصل بن عبد الهادي بن نايفه، من ينطلق ثاني الاسماء وثاني المنطلقين متابعينا الكرام، تتقدم الغربيه ومحمد بن ذروه المري، من ينطلق مع المركز الثاني وثالث الاسماء متابعينا الكرام. التقدم في هذه اللحظات من تشريف وعبد الله بن محمد بن طفله، من ينطلق مع تشريف في هذه اللحظات رابع الاسماء والمنطلقين متابعينا الكرام. هنالك براقه وابراهيم بن محمد بن حمد الرمزاني، من ينطلق. اعود الى مقدمه الشوط، اعود الى المركز الاول، اعود الى شعار بن نايفه، من يتميز في اشواط الصعوب. يا سلام، ينطلق متابعينا الكرام فيصل بن عبد الهادي بن نايفه مع المركز الاول ومع الصداره الاولى، والعرض تلقائي من راعي صوغه، وهذا الاداء الجميل والرائع والمميز متابعينا الكرام. مع هذه الانطلاقات تنطلق صوغه، ينطلق فيصل بن عبد الهادي بن نايفه، وآليها مثبت والعصا في البطان، وتفتتح الميتين متر الأخيرة. يا سلام يا بن نايفة على هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة في هذا الصباح الجميل، بدون منافس وبدون أوامر، ما في أحلى من الناموس. تهانينا والناموس لمالك صوغة فيصل بن عبد الهادي بن نايفة على الفوز بالمركز الأول. المركز الثاني كان الوصول من تشريف عبد الله بن محمد بن طفل. المركز الثالث وصلت فيه الغربية ومحمد بن ذروة المري. تهانينا والناموس متابعينا الكرام لمالك صوغة فيصل بن عبد الهادي بن نايفة على الفوز بالمركز الأول. لحظة الوصول إلى خط النهاية 2:11.30 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.